نسألك يا من هو الله الذي لا إله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد بتاريخ 26 سبتمبر عام 2018 ميلادية أقام معهد الفطرة العالمي الإسلامي مسابقة الخطابة لطلاب المرحلة المتوسطة، والهدف من هذه المسابقة تعويد الطلاب على التحدث باللغة العربية. اشترك في هذه المسابقة 16 طالبا من الصف السابع والصف الثامن، وأما الصف التاسع فلا يشاركون فيها لأنهم في أثناء المشاركة في تدريبات والتمرينات استعدادا للامتحان الوطني. ولتعيين الفائزين في هذه المسابقة اختار قسم تعليم اللغة العربية لجنة التحكيم برئاسة الدكتور عبد الرحيم والأعضاء الأستاذ محمد فريد والأستاذ إيكو والأستاذ صالح والأستاذ فهد. وأخيرا
قررت لجنة التحكيم 5 فائزين في هذه المسابقة، وهم الفائز الأول محمد دانو فرمانشاه، الصف الثامن باء مع درجة 97، الفائز الثاني محمد جوان عبد الشكور، الصف السابع جيم مع درجة 93، الفائز الثالث محمد هوجو أثرى، الصف السابع واو مع درجة 92، الفائز الرابع محمد حسبي فضلان، الصف السابع حاء مع درجة 87، والفائز الخامس محمد فضلي فوزان، الصف الثامن ألف مع درجة 83. ويقدم لكل الفائزين جوائز قيمة في شكل الكتب العربي التي تساعدهم على الاستمرار في التدريب في مهارة الخطاب واستعدادا للمسابقات أخرى خارج المعهد. ويتمنى القائمون في المعهد للفائزين دوام التوفيق والنجاح. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما زاد.